أسعد الله أوقاتك محمد الأنصاري بكل خير وسعادة وسرور، والضيوف المتواجدين كذلك في الاستديو كل التحية لهم جميعا، وكذلك فعلا نقول مساء الوطن وطابت أوقاتك يا وطن، من خلال الإنجازات، من خلال العطاءات والإبداعات، وحتى من خلال التحديات في الأزمات. اليوم نتواجد في كتارة علشان نسلط الضوء على الانطلاقة اللي كانت بالأمس من خلال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، مدير عام المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة. كما أن في هذه اللحظة يشرفنا ويسعدنا بمن قدم حوالي 8 سنوات من العطاءات في كتارة، وهناك عطاءات سابقة، الأستاذ عبد الرحمن جاسم التميمي رئيس لجنة الفعاليات في أكيد الفعاليات الوطنية في كتارة. في البداية كلمة بحق هذا الوطن. طبعا مهما قلنا وسوينا ما نوفي حق قطر، وإحنا مستعدين إن شاء الله نبذل الغالي والنفيس في رفعة راية قطر، وإن شاء الله وندعو الجميع إن شاء الله أن يستمتع بفعاليات كتارة للجميع إن شاء الله. يعني بالأمس انطلقت الفعاليات من 4 عصرا، فودنا نتكلم يعني كيف كانت الانطلاقة لهذه اللحظة. احنا طبعا بدينا الافتتاح أمس الساعة 4 طبعا تاريخ 12، والنهاية بيكون عندنا من الساعة 4 إلى 10، ومن يوم 12 إلى يوم 19 ديسمبر. طبعا عندنا طبعا أريدو مشارك بجناح كبير ما شاء الله، وعندنا مشارك بعدة فعاليات ومسابقات تراثية، وعندنا طبعا القلايل، القلايل طبعا من الجهات اللي تشرف عليها المؤسسة العامة حي ثقافي كتارة، عندهم طبعا معرض، وعندهم طبعا الصقار الصغير، وعندنا ايضا جمعية القناص القطرية، عندهم طبعا هدد السلوقي بعد شوي بيكون على الكورنيش، وعندهم ايضا الدعو بيكون ايضا في كورنيش كتارة، وعندنا ايضا طبعا فرقة شعبية العرض الحين ما شاء الله توهم ماخذين بريك، وعندنا ايضا نافورة مع الاغاني الوطنية، وفيها ما شاء الله ما شاء الله مع الانغام والنار فيها بعد، وعندنا طبعا احتضن الدوحه من الشركات والمؤسسات الكبيره مشاركه معنا بعده فعاليات متنوعه، وعندنا طبعا تلفزيون قطر نشكركم صراحه على يوجد لكم مكان للمذيع الصغير، اي مذيع، اي واحد من الاطفال حاب يكون مذيع مواهب، في ناس مختصين يستقبلونه ويخلونه يعدونه كمذيع. حتى كذلك لو نجد هذه الاحتفالات اللي تصير على أرض كتارة وأرض قطر، حتى في السماء هناك من يحتفل بهذا اليوم المجيد. طبعا عندنا القوات الخاصة المشتركة، عندنا مظليين يوم 17 ويوم 19، عندهم عرض خاص، عندهم عرض نهاري وعندهم عرض مسائي، المسائي بالألعاب النارية بينزلون تقريبا 5 إلى 4 إن شاء الله، وعندنا أيضا عرض سمائي، عندنا 300 طائرة إلكترونية مضاءة تسوي تشكيلات خاصة في يوم 17 وفي يوم 18 بيكون الساعة 8 مساء، وعندنا أيضا قوات الجوية الأميرية لهم أيضا بالجو بيصير إنزال وإنقاذ على شاطئ كتارة، وعندنا ما شاء الله تبارك الرحمن عدة شركات ومؤسسات مشاركة معنا في اليوم الوطني، وعندنا طبعا معرض الفنان احمد المعاضيد، طبعا اعتقد الكل يعرف احمد المعاضيد صاحب رسمه تميم المجد، عنده معرض خاص له في كتاره، وعندنا ايضا معرض ثاني مقتنيات قديمه بعد في مبنى 19، وعندنا سكايز كلايمر طبعا هذا مال المواهب، المواهب طبعا بيقدمون عده انشطه وبرامج حلوه تتناسب اليوم الوطني، طبعا في الصغار الكبار في مسابقات في جوائز، حتى مطاعم كتارة أيضا تقدم هدايا للأطفال وتقدم وجبات مجانية خاصة بالثيم الوطني. يعني كذلك نجد في هذه الساحة أو في كتارة تحديدا أكثر من 60 فعالية وعدد كبير من المؤسسات اللي شاركت، يعني هذه لا تعتبر السنة الأولى لكم أنكم تحتفلون بهذا اليوم، وإنما يعني تعتبر السنة الأولى أن يكون هذا العدد الكبير من الأجنحة من المؤسسات، مثل ما قلت لي فعلا قبل الهواء بأن هناك يعني أعمال كثيرة هذه السنة ولأنها تعتبر استثنائية. نعم هذه طبعا سنة استثنائية، احنا كل سنة نحتفل 18 و19 ديسمبر، طبعا هذه سنة استثنائية حبينا نقدم صراحة احنا كتارة ونكون من الجهات المساهمة في الاحتفال بهذا اليوم، وان يستمتعون معنا المواطنين المقيمين في فعاليات يوم الوطني في كتارة. كلمة في الختام ودنا نسمعها منك، يعني نجد الأجواء رائعة جدا، أجواء باردة، أجواء وطنية، كل يعبر بطريقته فعلا لهذا الوطن الغالي، فكلمة أخيرة حاب توجهها سواء للزوار او حتى لكل من يشاهدك في هذه اللحظه. احنا طبعا الختام عندنا 19 ديسمبر، عندنا الختام بيكون فيها العاب ناريه في الساعه 8 مساء، صراحه ادعو الجمهور انه يستمتع فعاليات كتارة وشاركونا الفرحه، حضور الجمهور مهم واتمنى الجميع يحضر،
واحنا نقول عمار يا قطر، عمار يا قطر. مشكور وما قصرت، نراك على خير، وشكرا على كل التفاصيل الجميله اللي تقدمونها في كثارة. العفو، نشكر تلفزيون قطر. اذا فعلا كل يعبر بطريقته من كبير او حتى صغير. اذا كذلك تواجد معي محمد حسن الاحبابي. محمد، شو اللي حاب تقوله في كتارة الحين؟ احب الشيخ تميم. مشكور يا محمد، والعفو. عفوا. الكل مستمتع، وفعلا يكفينا القول بني اقول اطرح يا ندعم فعلا على مر السنين. نراكم على خير.